طيب اليوم إن شاء الله بدنا نستأنف في البايثون، بدنا ناخذ الأوبجكت أورينتد بالبايثون. طبعا هنا في الأوبجكت أورينتد بدنا نحكي على مين كونسبتس، دي يعني أكد عليها لأنه انه اكيد انتم مر عليكم اوبجكت اورينتد او استخدمتوا او درستوا الاوبجكت اورينتد في كورس ما. ليش الاوبجكت اورينتد؟ هل احنا بناخده هيك عشان بيدونا اياه في الجامعه ملوش فايده، ولا في له فايده معينه؟ واذا في له فايده ايش هي؟ كيف؟ يبقى هنا كود كود ريوز، شو كمان؟ يعني كود ريوز انه بيشمل الانهيرتنس، هذا اللي احنا حنشوفه اليوم. ايش كمان؟ كيف البرفورمانس؟ مين حكى برفورمانس؟ كيف؟ يعني الكلاسز العادية، يعني أو بقصد إنه الستركتشرد بروجرامينج هذه مش سريعة يعني. نعم. تمام، هذا الكلام ممكن نحطه تحت مصطلح الموديولاريتي. ايش الموديولاريتي؟ انه انا بكون بقسم البرنامج، انا عندي لمجموعة من الوحدات، تمام، بيكون ترتيبها اسهل بالتعامل معها، بحيث انه بيسهل علي انه انا اعدل الاكواد واصل للكود اللي انا بدي اياه بسهوله. لكن لو كان الكود انا عندي كله مكتوب، يعني انه مش structured او مش مجمع على شكل كلاسز، بصير صعب علي انه انا ارتب السوفت وير. والفكره هنا في الموضوع انه في الريوزابيلتي، الكود ريوزابيلتي والموديولاريتي، هذول التنتين شغلتين يعني وجهان لعمله واحده. لانه بدي اتخيل انا الموضوع انه في السوفت وير اندستري، كتابه الاكواد او تصنيع البرمجيات بدنا نعتبره زي تصنيع السياره بالضبط. تصنيع السياره ايش بسوي انا؟ بجمع، باخذ المحرك، تمام، بحطه على الهيكل الاساسي، بحط البادي تبع السياره، بركب العجل، بحط نظام الفرامل، كل هدول من الشغلات، هدول وحده منفصله لحال، بعملها ديفلوبمنت بشكل لحال، وبعديها بعملها انتجريشن. والسوفت وير والانتربرايز سوفت وير اللي بتكون على مستوى عالي بتكون انه بتشتغل بنفس النظام، انه انا في عندي شغلات جاهزه يفترض انه انا اركبها في النهايه مع بعض، ويكون انه والانتجريشن بيناتها. فهي شغله كثير مهمه في السوفت وير اندستري انه نتعامل مع الاوبجكت اورينتد فعليا. طيب هذا بالنسبه ل واي. طيب بالنسبه ل وات، انه بدي اصير افكر في كل حاجة إنه هي عبارة عن أوبجكت، والأوبجكت فيه له شغلتين، attributes and behavior. تمام، ناخذ example. نعم.
ما انا هيني جاي لك في الاكزامبل. الاكزامبل هو بدي اصير انه اي شغله انا بدي ابرمجها مش زي ما تعودنا انه احنا بدنا نبرمج انه متغيرات بعرف اكس وواي وبعرف ليست وديكشنري، بعديها اذا احتجت فانكشن بدي انه بروح بعرفها وبروح بستدعي هاي الفانكشن. لا، بدنا نرتب الكود على شكل انتيتيز، على شكل كينونات، كل كائن مستقل في حد ذاته، والكائنات هذول هم بدي اخليهم اعملهم انتجريشن مع بعض ويتفاعلوا مع بعض. زي ايش على سبيل المثال؟ انه انا في عندي بلعب جيم، تمام؟ وفي الجيم هذه انا محتاج كاركتر معين، شخصيه معينه، نفترض انه هي بيرسون. ايش الاتريبيوتس تبعت البيرسون؟ ايش الاتريبيوتس؟ نيم، سكور، ايش الخصائص تبعت الانسان؟ بتكون ممكن انه شو لون شعره، شو لون عينيه، شو لون بشرته، وزنه، طوله، السكور تبعه اللي جابه في الجيم، هل هو ميل ولا فيميل، قديش عمره. هذه قد تكون انه هي اتريبيوتس متعلقه بالبيرسون. طيب بخصوص البيهيفيور، شو السلوك تبع الإنسان؟ swim مزل run الى اخره، تمام. هاخد كمان example. وانا يعني محتاج انه انا ابرمج، احتجت انه انا ابرمج بن قلم، ايش الاتريبيوتس تبعته؟ شو نوعه؟ هل هو قلم لوح ولا قلم حبر ولا قلم رصاص؟ تمام. هذه شغلة تفصيلية كتير يعني، بس ممكن إنه إحنا نشوف شغلات عامة اللي هي ممكن تكون الـ height والـ width. والـ bold حجم الخط. تمام؟ شو الـ behavior تبعه؟ رايت ممكن القلم هذا انه هو يرسم، ممكن انه مارك حط علامة، ممكن انه يكون قلم
تبع الهايلايتر، تبع شو اسمه، بعمل هايلايت. هذه كلها possible action، انا 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 حر في اختيار، فبالتالي بدي اصير افكر في كل حاجه انه هي عباره عن object حواليها بهذا الشكل. تمام؟ فيعني طريقه تفكير مختلفه، وهي هي الترند انا عندي في البرمجه انه اتعامل مع الكلاسز. وشغله مهمه جدا بالنسبه لي، لانه انا عندي المكتبه التنسر تتعامل، يعني المكتبات انا عندي في الداتا ساينس، انه انا في عندي العديد من المكتبات، وانه انا بستخدم منها اوبجكتس، انه هي بتكون مبرمجه على شكل كلاسز وبستخدم منها اوبجكتس. وهذا الكلام حنشوفه ان شاء الله في الاكواد تبعتنا. طيب الصيغه العامه، نشوف السنتاكس. انه انا بعرف كلاس، اسم الكلاس، لاحظوا هنا في النيمينج كونفنشن انه بستخدم انه اول حرف كابيتالايزد، تمام، غير الفاريبل. الفاريبل ممكن يكون انه اول حرف سمول، تمام، وبعديها نقطتين، وبعديها بحط كل الشغلتين اللي هما الاتريبيوتس والبيهيفير اللي هي عباره عن الميثودز، تمام. فهاي بدي احط امتي ستيتمنت، لانه انا بكتب سينتاكس عام، هذا امتي كلاس، فبالتالي انه كل الشغلات هذه تحت السكوب هذا بتكون تابعه لهذا الكلاس. تمام، ناخذ مثال كلاس كات مثلا على سبيل المثال. يمكن انتم اخذتوا في لغات برمجه ثانيه انه بروح وانا بعرف الاتريبيوتس هنا، لناخذ الكيورد سيلف. سيلف هي عبارة عن مؤشر على نفس الكلاس، زي الدس في الجافا وفي السي وسي بلس بلس، في السي بلس بلس في دس، تمام. فممكن انه احكي انه color بتساوي نعم، بس هذا الكلام ملوش داعي. ليش؟ لانه الكونستراكتور انا ملزم انه انا اعمله، تمام، و ما فيش داعي انه انا اعرف الاتريبيوتس برا الكونستراكتور وارجع استخدمها هنا. خلاص في اي مكان في الكلاس، انا مجرد انه انا بعمل سيلف دوت اسم الاتريبيوت، معنى ذلك انه انا بقول له انه خلي بالك انه هذا عباره عن اتريبيوت تابع للكلاس، حتى لو انا استخدمته في داله ما عرفتوش فوق. فهذا الكلام بصير انه انا ملوش داعي، فبعرف الكونستراكتور تبع الكلاس. بدي ارجع اذكركم هنا، طبعا اصغر اوبجكت احنا عندنا كان التابل، ف print dir tuple. طبعا انا عرفت هنا anonymous object بدل ما انا اعرف tuple، وبعديها انه ابعت له يعني امرره لل dir، فعرفت anonymous object. بتلاحظوا انه انا ايش في عندي؟ في عندي مجموعه من الدوال تبعت الاندرسكور اللي اجى وقتها الان، ومن ضمنها الانت initialization. هي الكونستراكتور، ايش وظيفة الكونستراكتور؟ بيتم استدعائها بشكل تلقائي عند انشاء اوبجكت من الكلاس، تمام؟ طبعا مفهوم الكلاس والاوبجكت واضح بالنسبة لكم. ايش الكلاس وايش الاوبجكت؟ الاوبجكت انستانس من الكلاس، تمام؟ يعني ممكن تعتبروا الموضوع عندكم زي، انتوا اكيد بتعملوا معمول في البيت صح؟ في عندكم القالب تبع المعمول والمعمولاية نفسها، تمام؟ بالضبط. فالقالب هو عبارة عن كلاس بيحدد الاتريبيوت، الاتريبيوتس او الشيب تبعت المعمولاية، تمام؟ ومن الكلاس هذه انت بتقدري تعملي اكثر من انستانس منها، تمام؟ الكونستراكتور زي ما انا بقول اكس بتساوي 10، عملت انيشلايزيشن. كيف بدي اعمل انيشلايزيشن للاوبجكت؟ باستخدام الكونستراكتور. وهي ما دام انه انا بعرفها بنفسي، لازم اقول انه كيف بيتم عمل انيشلايزيشن للكونستراكتور. فبدي اعرفها زي هيك، دبل اندرسكور انت، طبعا لازم ياخذ السيلف، الاوبجكت بياخذ نفسه، تمام، as a reference. وهنا بعرف الاتريبيوتس، ايش ممكن اعرف اتريبيوت انا امررها؟
يعني على سبيل المثال ايش الاتريبيوتس تبعت الكات؟ الكلر، نيم. خلينا على الكلر والنيم، بدناش نكتر كتير في اول مثال عندنا، تمام. والان نقطتين وهي عرفت، لاحظوا انا في السكوب تبع الكونستراكتور وفي نفس الوقت انا في السكوب تبع الكلاس. بحكي سيلف دوت كلر بتساوي كلر، سيلف دوت نيم بتساوي نيم. السيلف دوت كلر هذه عبارة عن ممبر في الكلاس بتساوي الكلر اللي انا مررتها كباراميتر في الكونستراكتور. ممكن انا استخدم نيم تاني مختلف، ولكن يفضل انه انا استخدم هذا النظام في التسمية، ويفترض ما يكونش في عندي confusion من هذا الستيتمنت انه سيلف دوت كلر بتساوي كلر. لا، هذه الكلر هي عبارة عن الاتريبيوت اللي تابعة للكلاس، وهذه اللي تم تمريرها من في الكونستراكتور. يعني هنا انا ممكن استخدم سي هنا وهنا سي، بس النيم، النيمينج كونفنشن في مشكلة، تمام؟ ومش حقدر استخدم اسماء تانية، مش لا يفضل انه انا استخدم انه كلر واحد واحكي سيلف دوت كلر بتساوي كلر واحد، لا، برضه فيها كونفيوجن، فبدكم تتعودوا على هذا النظام بهذا الشكل. واضح؟ تمام؟ طيب، يبقى خلينا نبني الكلاس بالتدريج. هينا بدينا بالكونستراكتور، نيجي الآن نعرف. ممكن سي واحد بتساوي كاب، تمام، وأحكي إنه وايت، وشو اسمها؟ كيتي، تصغير للبسينة، تمام. فهنا ممكن انه انا اعرف تعريف ثاني، سي 2 بتساوي، طبعا ما دام انا حطيت الباراميتر زي هيك لازم انه تتبع الاوردر. الباراميتر الاول لازم يروح للنيم، والباراميتر الثاني بيروح ل عفوا للكرر، والثاني للنيم. لكن في عندي في البايثون ميزه انه انا ممكن احط الاسماء تبعت الاتريبيوتس، ببدا ب النيم color بتساوي خلينا نعرف واحدة تانية بدنا نسميها، شو ممكن نسميها؟ cat. شو لونها؟ brown لنفترض، زي هيك. تمام؟ فلاحظوا انه النيم هو الباراميتر الثاني، تمام؟ لكن هنا ما دام انت حطيتي هنا، فبالتالي انه ما فيش يعني انه بالضبط ما بتقيد بالاوردر. وهذه الشغله انه عشان كانت هنا، هاي بدي اعيد لكم كتابتها مره ثانيه زي هيك. هي نيم بتساوي على طول بيكمل لي زي هيك، تمام. وهنا color بتساوي في الاوتو كومبليشن بيساعدني، خاصة هاي الشغلة في الاستدعاء، تمام. طيب احنا في البريمتيف داتا تايب او حتى في الكوليكشن، لما بعرف ليست وبعمل برنت لليست، الواحد بتساوي واحد اثنين ثلاثة برنت الواحد، وكذلك لو انا عرفت، لو بدي اكتب المالتيبل ستيتمنتس في نفس اللاين ممكن استخدم السيمي كولن في البايثون، واحكي اكس بتساوي 10 وهنا اكس، تمام. ففعليا لما انت تيجي تطلب منه طباعه على الاوبجكتس هدول بيقدر ان هو يتعامل معاهم، وعارف انه هاي ليست وهاي
عبارة عن انتجر. لكن لو أنا أجيت عملت طباعة لـ C1 أو C2، شو طبع لي؟ إنه هي عبارة عن cat object at، هذا عبارة عن الأدرس في الذاكرة، لأنه هذا عبارة عن type جديد. كيف بدي أطبع لك الكات؟ بالله عليك قل لي كيف بدي أطبع لك الكات؟ بدك أرسم لك إياها وأطبع لك إياها، ولا أطبع لك المعلومات، ولا قل لي كيف؟ تمام؟ فبالتالي بدنا نروح هنا على الدالة الثانية اللي بدي أعملها override، اللي هي string representation تبع الكلاس. تمام؟ بتكون مفيدة في التعامل لو أنا بدي أعمل render للكلاس هذا في بطريقة معينة، فبجيب string representation. هدول كلهم الدوال تبعت الاندرسكور بتنزل باي ديفولت من السوبر كلاس اللي في البايثون اللي اسمه اوبجكت. تمام؟ يبقى هذه الكات وكانه بتعمل اكستند من الاوبجكت بهذا الشكل. الله يعطيك العافية. تمام. يبقى هذا الكلاس بدي اعيد تعريفه كمان مره، واعمل override ل، برضه بياخد self. وما دام هذا عباره عن string representation، شو بسوي؟ print، كمان مرة سؤال، print للattributes. ماشي للattributes، بس print return. حكينا عن best practice، بعمل return وهو حر بعمله render وين ما بده. return، وبدي اديكم بالمرة دالة الفورمات، اديتكم اياها المرة الماضية، دالة الفورمات انه بتعامل معها بهذا الشكل، انه string وبدي اعمله formatting. بروح بحط انه انا بدي اطبع string او بدي ارجع string اسمه name، وحطيت اقواس، وهنا color حطيت اقواس dot format، وهنا self dot color name، عفوا self dot color. شو بتسوي دالة الفورمات؟ دالة الفورمات انه انا بطبع لي السترينج هذا، وبروح بستبدل هدول الاقواس بالباراميترز اللي انا مررتها في دالة الفورمات. ما دام انا في عندي هنا قوسين، يبقى لازم يكون في عندي 2 باراميترز. كان في عندي 3 اقواس، لازم يكون 3 باراميترز. تمام؟ والفورمات هاي ممكن استخدمها استخدامات عديدة. لو انا مثلا على سبيل المثال بدي اطبع float وبدي فاصلتين عشر، يعني خانتين بعد الفاصلة العشرية، ممكن احددها كباراميتر احطها هنا، انه انا بدي انه هو عبارة عن float، انه الباراميتر 0 عبارة عن float. تمام؟ والفلوت هذا انه بدي اياه 2 digits زي هيك. تمام؟ حنشوفه حيجي في وقته، بس خلينا هنا بالتدريج. يبقى هنا return بهذا الشكل. نعم. الآن لما أعرف هدول التو كاتس وأطبعهم تاني بيعطيني نتيجة، بدل ما كان إنه هو يطبع الأدرس أنا عندي بهذا الشكل. تمام؟ كابيتال ايش؟ لا نستخدم الكلاس، لازم نعرف نضيف بعدين. نعم. طيب خلينا نضيف behavior للكات.
احنا عملنا شغلتين، هدول جايات انه عملت لهم override. خلينا نضيف behavior، انا عندي بدي اعرفه للكات. الكات شو بتسوي؟ لاحظوا هذه الدالة كيف مختلفة عن الانت وعن الاستر، دالة عادية زي ما تعودنا، بس ايش الاختلاف؟ انه السيلف لانه تابعة للكلاس، ودالة السبيك جدلا بدي اعملها برنت، بدي اعملها نظام برنت لانه انا بديش، هو افترض ان اعملها ريتيرن، فبدي اعمل بس مجرد انه برنت ستيتمنت مياو، تمام؟ زي هيك واضح؟ واضح؟ صحيح، انا حطيتها تمام. وفي السبيك يعني مجرد انه مثال للتوضيح، يعني انه البسه لما تحكي شو بتعمل؟ مياو. فبالتالي انه جاست انه برنت ستيتمنت انه بهذا الكلام. نعم، ممكن اعمل دالة تانية ديف ران، برضو كذلك للتبسيط، انه بدنا نحط برنت ستيتمنت وتقول مياو I am running. تمام؟ الآن بنعرف سي واحد تساوي وهنا ممكن اعمل print للاتريبيوتس تبعتها، او ممكن استدعي دالة c1.speak c1.run. هاي string representation الطباعة. طبعا انا دالة ال str هلا انا استدعيتها، دالة الانت هلا انا استدعيتها، تم استدعائها بشكل ضمني لما عرفت اوبجكت، ودالة الاستر تم استدعائها بشكل ضمني لما عملت برنت. وين ما انا محتاج string representation بيتم استدعائها بشكل ضمني، ما بستدعيها بشكل صريح، تمام؟ دالة السبيك والرن هدول انا عرفتهم، هي استدعيتهم بشكل صريح او بشكل مباشر بهذا الشكل، تمام؟ واضحة الأمور لغاية الآن؟ طيب، نشوف شغلات تانية. في أنا عندي الـ GE، وفي عندي الـ LE. هذه GE معناها greater than or equal، وهاي less than or equal. في عندي جي تي لحال greater than، وفي عندي ال تي لحال، شايفينها وين؟
ال تي لس تمام. هاي هاي يعني بمعنى آخر، لو أنا عرفت سي واحد وسي اثنين هل بقدر أقول سي واحد أكبر من سي اثنين؟ طبعا هذه بوليان عادي عبارة عن logical operation، والناتج تبعها يا ترو يا فولس. بقدر ولا بقدرش؟ بقدر اعملها implementation. طيب نعملها في الكلاس تمام. فبالتالي هنا ممكن انه احنا نضيف طبعا انا اللي بحدد الشغله هذه، انه كيف بدي اقول انه البسه هذه اكبر من البسه هذه حسب ايش؟ الايج والوزن ولا انه السايز بيعتمد. انا بحدد لا الايج. ليش بيمكن الايج بيمشي صحيح. فبالتالي هنا بدي احدد، بس خليني اغير الترتيب هنا. نيم كور ايج، هنا بدي اقول سيلف دوت ايج بتساوي الايج، وهنا سيلف دوت ايج. كيف؟ يبقى بعرف ديف جي تي سيلف وكات تاني سمول تمام. ساعتها بعمل ريتيرن سيلف دوت ايش اكبر من سيلف دوت كات دوت ايش. انا بالمناسبه ممكن اصل الاتريبيوتس تبعت الكلاس مباشره بهذا الشكل. هاي انا معرف هنا، هذه خليه معرف تو كابس تمام. وهنا بدي اقول انه سي واحد وبدي اضيف هنا العيش. قديش بتعيش البسة؟ 10 سنوات. فبالتالي هذه عمرها 7 وهذه عمرها 4 سنوات. هل كيتي أكبر من كاتي؟ ترو. بدي اكتب اسم الاتريبيوت ايج بتساوي تمام. فعلا كيتي اكبر من كاتي. بقيه الدوال نفس النظام، هو greater than or equal g e less than or equal تمام. صحيح، مش هادي اصلا يعني انه هاي اكس واحد بتساوي 10، اكس اثنين بتساوي 20. بقول انه اف او اكس واحد اكبر من اكس اثنين هذه ناتج تبعها فولس. فبالتالي دائما انه ناتج العمليات هذه انه يا اما ترو او فولس، عشان هيك بنستخدمها في الاف ستيتمنت. يعني على سبيل المثال لو في عندي collections of cats ومطلوب انه نعملهم sort، والsort هو بقارن انه يعني ارقام بقارن انه مين اكبر ومين اصغر، فبالتالي على هذا الاساس بعملهم sort. يعني هنا لو انا عرفت cats c1 c2
إلى آخره، وعملت إنه sort للكاتس هدول بيقدر يعملهم sort على أساس الايج حسب ما احنا عرفنا دالة الجي تي، ودي عرف دالة الليست دي ال تي والجي اي والال اي، تمام؟ فبالتالي استخداماتها عديدة. انه انا اقول انه على سبيل المثال انه الستودنت هذا اكبر من الستودنت هذا، انا كديفلوبر بحدد على اي اساس معدله اكبر، ولا هذا مستوى ثالث وهذا مستوى رابع، ولا ايش بالضبط. فهاي الشغلات انه انا بحددها، بس انه الفكرة في الموضوع انه هنا بتديني مرونة وبصير بستخدمها في اماكن تانية. هذا هو الاوبجكت اورينتد، انه انا فعليا انه انا عرفت ليست اوف اوبجكتس وقدرت انه انا استخدم عليها كل الدوال تبعت الاوبجكت اللي من ضمنها السورت وباقي الدوال، وكانه انا بركب الاشياء على بعض. تمام؟ واضحة الأمور؟ بخصوص الانهيرتانس، بدنا نحكي على السينتاكس. واضح الاوبجكت اورينتد؟ بخصوص السينتاكس انه انا في عندي كلاس A، هذا انت كلاس حطيته هنا، كلاس B وبده يعمل اكستند من الكلاس A، هذا بنسميه سوبر كلاس، وهذا سب كلاس. او بمعنى اخر انه بدنا نعمل اكستند للاي في بي. اكستند يعني انه احنا بنضيف اتريبيوتس اضافيه، وهنا بدنا نطبق مفهوم الانهيرتنس. ناخذ مثال، كلاس ريكتانجل، ايش الاتريبيوتس تبعته؟ الطول والعرض بعرفها مباشره في constructor، self height. بالمناسبة ممكن ان احنا نحط default value zeros، ماشي اوكي. أعرف الـ string representation من مرة. ارجع اكد على المفهوم انه هذا عباره عن اوبجكت فيه له بيهيفير، كائن
قائم بحد ذاته، وكأنه أنا بطلب من الريكتانجل إنه يحسب المساحة تبعته أو يحسب المحيط تبعه. فبالتالي def get area، لاحظوا إنه أنا ما سميتش area. ليش؟ عشان area noun phrase، get area verb phrase، إنه أنا بدي أجيب المساحة. لكن area هيك لحال، شو بدي أسوي في الاريا؟ وهنا المساحة إيش بتساوي؟ فينا عندي الـ init والـ str والـ، ممكن أعمل المحيط نفس الشيء. هنا لو انا شلت هدول، هذا بعتبره local variable والسكوب تبعه بس جوات الاريا، جوات الجيت اريا، ما بيفهم انه انا بقصد الاتريبيوت تبع الكلاس، فبصير في زي نيم كوليجن، لازم اقول له هنا سيلف. نشوف R1 هذا ريكتانجل فاضي، شو بروح استدعي؟ ديفولت فيرمز برنت R2 هنا عرفت الارتفاع 4 والعرض 3، هذا هيك لازم يكون بالترتيب. وممكن اعرف ار 3 هنا، ساعتها لازم احط اسماء الباراميتر، وممكن اعكس الاوردر او اخليه زي ما هو. احكي انه الهايت تساوي 7 والويد بتساوي 5، y r 4 معكوس. print r 2 زي ما شفنا انه هنا 0 0 اخذ الديفولت فاليو. حتلاقوا الديفولت فاليو خاصه في التنسر فلو في النيورال نتورك المستخدمه بشكل كبير، فلازم نعرف ايش هي الديفولت فاليو، واذا انا بدي اعدل عليها بحط اسم الباراميتر وبعدل زي هنا. فهذا هيو 0 0 هنا 4 و3 هنا 7 و5 هنا، انا بس غيرت الاوردر بهذا الشكل. طبعا انا ما طلبتش المساحه من ولا واحد منهم، فممكن انه اقول ار 4 او ار 1 ار 1 0 ار 3 دوت جيت اريا، احطها في برنت ستيت ار 3 7 في 5 ب 35. تمام، هي عملنا الكلاس تبعنا بهذا الشكل. نيجي بدنا نعمل كلاس ثاني، أو بدنا نعمل extend للريكتانجل. إيش ممكن نعمل؟ كيف؟ مكعب؟ ممكن. المكعب عبارة عن إيش؟
طول وعرض وارتفاع. بس المكعب، المكعب مجموعة من المربعات، ممكن متوازي مستطيلات. طب ممكن نعمل المربع مستطيل ولا المستطيل مربع؟ المربع مستطيل، الطول والعرض نفس الشيء بالضبط. فبالتالي ممكن نعمل class square، square في E صح؟ بعمل extend من الريكتانجل. هنا شوفوا الكود reuse، بدي اعرف الديفولت انستركتور شو بعرف المستطيل؟ طول الضلع بس صح؟ المربع عفوا، طول الضلع بس. شو بدي اروح اسوي؟ بدي استدعي السوبر كونستركتور بحط سوبر بين قوسين وبديله هذا استدعاء بدون سيلف، بديله اكس واكس. بلزم اشي تاني، بلزم اعمل string representation، منزل من فوق، بلزم اعمل area ولا حاجة. كيف؟ السوبر هذا عبارة عن pointer للسوبر كلاس، مشان عرفت انه هذا السوبر كلاس. فبالتالي اسم السوبر كلاس ممكن اكتب اسم الكلاس تمام، او ممكن اكتب اسم السوبر. فبالتالي السيلف مؤشر على نفس الكلاس، السوبر مؤشر على السوبر كلاس البيس كلاس تمام، اللي انا عملت اكستند منه او انهيرتانس منه. فهنا اس واحد ممكن احط هنا برضه ديفولت فاليو، ما حطيتهاش بس مش خلاف يعني. مربع طول ضلعه 3، اس هاي برنت اس واحد، برنت اس واحد دوت جيت هير. ففعليا السترينج ريبريزنتيشن نزلت والاريا نزلت 3 × 3 = 9. ممكن نكمل عندنا الكود ريوزابيليتي ونعمل من المربع مكعب. المكعب هو عبارة عن ايش؟ مكعب هو 6 مربعات مشفطة بهذا الشكل. انا عندي 4 من جنب وفوق، 1 فوق و1 تحت. فبالتالي المساحة، المساحة أنا بحكي مش الحجم، في فرق بين المساحة وبين الحجم. المساحة تبعته عبارة عن إيش؟ مساحة المربع ضرب 6 لأنه 6 أوجه. فبالتالي ممكن أستدعي الجيت أريا تبعت السوبر كلاس وأضربها في 6، فهنا بعمل أوفر رايد للجيت أريا. هيك أنا بقدر أميز من الجيت أريا اللي انا بعملها امبلمنتيشن جوا الكلاس والجيت اريا تبع السوبر كلاس، بكتب سوبر دوت جيت اريا تمام. ف فعلا كود ريوزابيليتي. الان لو صار اي تعديل على الريكتانجل بينعكس هذا التعديل على كل الكلاسز. اللي لو انا كنت كاتب هذا الكود ومكرره، لو عملت تعديل في مكان بدي ارجع اعدل فيهم كلهم، فهذا الكلام صحيح تمام. طيب يعني
صح، مش كلاس تاني، فانكشن تاني بالضبط. ممكن تكون بنفس الاسم، اذا كانت بنفس الاسم ساعتها بعملها اوفررايد. ايش يعني اوفررايد؟ يعني هنا لما اقول جيت اريا بستدعي الداله اللي انا عرفتها هنا مش من السوبر كلاس، لكن هنا ما دام مش انا مش عاملها اوفررايد هيجيبها من هيجيب الامبلمنتيشن تبع السوبر كلاس. تمام. في اي سؤال على الكلاسز؟ واضحه الامور هيك؟